من عادتي وانا ماشيه في الطبيعه وشايفه قدامي جمالها اسرح في التفكير، اروح حتت بعيده بخيالي الواسع، ابقى ماشيه وشايفه جو جميل وهوا عليل وخضار حوالين مني ونسمه الهوا اللطيفه بتمر على وشي بشكل لطيف، وفي نفس الوقت دماغي بشكل عفوي بيتحرر من كل قيوده اللي بتتفرض عليه، سواء بسبب الواقع او بسبب الهموم ومشاغل الحياه اللي غصب عنا بتأثر على نفسيتنا. مرة من المرات قررت أخرج أتمشى وأفرغ كل الطاقة السلبية اللي اتخزنت عندي. كنت ماشية وأفكر إزاي أنا وصلت لهنا وإزاي صرت بشخصيتي اللي أنا فيها دلوقتي، إيه الحاجات اللي مريت فيها واللي عدت عليا وصنعت شخصيتي، وقد إيه واجهت صعوبات وخضت صراعات مع نفسي لحد ما صرت بشخصيتي الحالية اللي كتير منكم شايفينها قوية وواعية. في مرة خدني التفكير لموقف زمان تقريبا وأنا عندي 6 سنين مش هنسى ابدا، وكل ما افتكره لازم اقعد اضحك عليه. كانت في الوقت ده ماما بتخليني املى براد الشاي واحطه على البوتاجاز، قومي يا بنتي من البراد وحطيه على البوتاجاز. كنت بفرح جدا ان امي معتمده عليا ومعطياني ثقه بنفسي، فكنت اطلع على الكرسي واقف على الحوض املى البراد واملاه على اخره، يا ماما كده تمام. فماما تقوم باصه من بعيد كده من غير ما تيجي تقرب مني وتقول لي لا كده البراد زايد شويه، قليلي شويه ميه. فاقوم دلقه شويه ميه، بعدين يا ماما البراد كده تمام، تقولي تمام. استغربت بصراحة، على قد ما انا كنت فرحانة باعتمادها عليا على قد ما الموضوع ده كان شاغلني، ازاي ماما عرفت المية قد ايه في البراد وان كانت مناسبة ولا لأ من غير ما تشوفها. الموضوع ده فضل يشغل بالي لدرجة ان انا قبل ما انام كل يوم كنت قاعد افكر فيه، وبعدين عقلي الصغير حداني الفكرة قد تكون مناسبة لسني، ان ماما بتشوف عبر الاشياء، ماما سوبرمان. ما كنتش عارف ان في حاجه اسمها سوبر وومن اصلا، ماما سوبرمان وبتشوف عبر الاشياء. وبصراحه التفسير ده غالبا رضاني كده وحسسني ان انا ايه وصلت للحل. وبعدين قلت لازم اتاكد، فقمت عامله لماما شويه اختبارات عشان اتاكد من قدرتها على النظر عبر الاشياء ولا لا. والغريب ان ماما فشلت، ماما ما بتشوفش عبر الاشياء. عارفين ايرور، انا دماغي كده حصل لها ايرور، ايه ده ماما مش سوبرمان زي ما انا كنت متخيله. لحد ما صرحت ماما بالحقيقه وكل تخيلاتي دي كلها قعدت تضحك. عارفين كانت بتعرف ازاي ان البراد مليان ولا مش مليان؟ قالت لي يا بنتي انا كنت ببص على البراد من بعيد كده، لو لقيتك شايلتي وايدك نازله لتحت بعرف ان البراد زياده عن اللزوم، ولو لقيتك ان انت عارفه تمسكيه كويس بعرف ان الميه مظبوطه، بس كده. بس من وقتها ادركت ان انا عندي خيال واسع شديد جدا، وفي نفس الوقت كان عندي امتنان تجاه امي ان هي ادتنا فرصه على الابداع والخيال من غير ما تسخر منا ومن غير ما تحد من قدراتنا. انا دلوقتي كبرت وبقيت ام، ولما بفتكر اللي امي عملته معايا وانا صغيره بكون فعلا ممتنه ليها. امي هي اللي صنعت شخصيتي دي دلوقتي حالا، امي هي اللي ليها الفضل في اللي انا وصلت فيه. الشخصيه اللي بعضكم شايفها قويه جدا وواعيه وواثقه من نفسها، هو اللي شكلها مين؟ طبعا بعد ربنا، هي الام. فانك تكوني ام صالحه لجيل بعد كده مسؤوليه مش سهله ابدا. الواحد كل ما يفكر فيها اصلا احنا هيربي عياله ازاي ديت بيكون صعب. واللطيف ان الموقف اللي امي عملته معايا زمانها ما كانتش بتفكر ان ده تربيه ايجابيه ولا ان هي بتعمل كده عشان خاطر مخ البنت يعمل، هي ربطنا بالفطره. احنا الحمد لله ربنا ادانا واساليب ووسائل عشان خاطر نربي اولادنا بيها عن علم وعن تجارب اخرين، ولكن امهاتنا تعبت معانا، امهاتنا ما كانش عندهم الامكانيات اللي عندنا دلوقتي ومع ذلك وصلونا اللي احنا فيه دلوقتي. كم واحدة فينا ابنها بيكون عايز يعمل حاجة او يبدع حاجة او يكتشفها ويتفضل تزعله، يا ابني هتعملش كده، يا ابني هتبوظ الدنيا، يا ابني ارحمني، يا ابني هتجلطني. كلنا بنعمل كده، بس ان احنا نسيب لهم الفرصة ويبدعوا ويفكروا احساسهم عمرهم ما ينسوا لنا. ومع كل موقف هتعمليه مع ابنك او مع بنتك جديد نيتك، انت بتغرسي حاجة لجيل صالح بعد كده. كنت معاكم اسماء الشريف، وصاحبة القصة دي رؤية محمد كانت كاتبة مدونة اسمها امي وابريق الشاي والسر، عجبتني جدا واستأذنتها ان انا انشرها وهي وافقت على رحب الساعة. طبعا البعض قد يظن ان الحكاية دي حصلت مع امي انا، هي ما حصلتش مع امي انا، بس انا امي وانا حكاياتنا لا تنتهي، ممكن نعمل لها 10 فيديوهات. شكرا يا امي، وشكرا لكل ام، وشكرا لام رؤيا.